يا مرحبا الساع. يقول الشاعر محمد بن علي الكوس: أون كني شخص مكلاي متجلد وعوقي فلاها. في رمستنا المكلاي هو المصاب بمرض في كليته بعيد عنكم، ويطلق على الكلية في رمستنا كلوة، وهي تقال أيضا في عدد من اللهجات العربية، وتجمع عندنا على كلاء. لكن هل لفظة كلوة فصيحة؟ معاجم العرب تؤكد على وجود واستخدام لفظ كلوة لدى بعض العرب، إذ ورد في لسان العرب الكلوة، وهي لغة في الكلية.